هلا والله، في فيديو اليوم راح نذكر لكم اهم العاب شهر ابريل. خلونا نبدا. فينيكس رايت ايس اتورني تريلوجي، سلسله ايس اتورني المشهوره واللي كانت بدايتها على جهاز الجيم بوي ادفانس في عام 2001، هي لعبه من نوع فيجوال نوفل واللي راح تلعب فيها بشخصيه محامي وتدافع عن موكلك. اللعبه من تطوير كابكوم، وهذه المره راح تصدر لنا الثلاثيه برسوم محسنه وامكانيه اختيار اللغه اليابانيه والانجليزيه بكل سهوله. اللعبة راح تصدر على أجهزة البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والسويتش والبي سي في تاريخ 9 أبريل 2019. Earth Defense Force Iron Rain، لعبة من تطوير استوديو دي 3، وعلى عكس باقي أجزاء هذه السلسلة هذه اللعبة راح تكون مركزة بشكل أكبر للجمهور الغربي. اللعبة من نوع أكشن شوتر من المنظور الثالث، ونتحكم شخصية جندي من الـ Earth Defense Force، وراح تقدم لنا أربع كلاسات نختار منها: The Trooper, Jet Lifter, Heavy Striker و Pro Rider. مهمتك بكل بساطة هي محاربة الفضائيين اللي جايين للأرض. اللعبة راح تصدر على جهاز بلايستيشن 4 في تاريخ 11 أبريل 2019. Final Fantasy X و X2 HD Remaster، هي إعادة إصدار أجزاء لسلسلة X و X2 برسوم محسنة وإضافة محتويات القصة والكثير من التعديلات. اللعبة صدرت في 2015 على بلايستيشن 4، بس هذه المرة موعدنا معها على أجهزة Xbox One والسويتش في تاريخ 16 أبريل 2019. حصرية مايكروسوفت كابهيد راح تصدر بشكل رسمي على جهاز السويتش. اللعبة تتميز برسومها الرهيبة اللي تشبه أفلام الكرتون القديمة، وهي من النوع رن أند جن، وتركز بشكل كبير على قتال الزعماء وبشكل أقل على بلاتفورمينج. اللعبة تقدم تحدي وصعوبة كبيرة، وفيها إمكانية إنك تشتري قدرات وأسلحة مختلفة من الأموال اللي تجمعها. اللعبة راح تصدر على جهاز السويتش في تاريخ 18 أبريل 2019. Mortal Kombat 11، وتعتبر أحد أهم ألعاب هذا الشهر، لعبة القتال مورتال كومبات ترجع لنا بالجزء الـ 11. اللعبة راح تقدم طور قصة تكمل الأحداث السلسلة، وراح تلعب فيه بشخصيات كثيرة من الماضي والمستقبل، وبيكون فيه شخصيات جديدة مثل جيرس والشخصيات المعروفة بالسلسلة مثل سب زيرو وسكوربيون وغيرهم الكثير. وراح يكون فيه نظام التخصيص بشكل عميق، تقدر تصمم شكل الشخصية وحركاتها واللقطات السينمائية اللي تصير أثناء القتال. وأكيد راح تتوفر أطوار مختلفة مثل The Towers of Time، واللي بيقدم تحديات بشكل مختلف. وما تصير لعبة مورتال كومبات إذا ما فيها دموية وتقطيع. هذا الجزء ركز بشكل كبير على هذه اللقطات بأنيميشن رهيب. اللعبة راح تصدر على أجهزة البي سي والسويتش والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في تاريخ 23 أبريل 2019. Days Gone أو أيام مضت، وتعتبر واحدة من أهم حصريات بلاي ستيشن 4. هي لعبة زومبي بعالم مفتوح، وراح نلعب بشخصية ديكن، ومهمة الأساسية البقاء والمحاربة. وسبب عالمها الضخم راح يكون عندك بايك أساسي في اللعبة، وبيفيدكم كثير في وقت التنقل مع إمكانيات تطويره. وراح تواجه أنواع مختلفة من الأعداء مثل الفريكر أو البشر الهجوميين والحيوانات المتوحشة. بيكون فيها بيئات مختلفة في العالم مثل ثلوج وصحراء وغابات، وأكيد الجرافكس مثل ما هو واضح راح يكون رهيب جدا. أيام مضت راح يكون فيها دبرجة باللغة العربية باللهجة المصرية، واللعبة راح تصدر في تاريخ 26 أبريل حصريا على بلايستيشن 4. تقدرون تشوفون فيديو استعراضي للعبة في على قناة ترو جيمينج، سويته أنا لما رحت برحلة إلى أسبانيا، فيها شرحت لكم كل شيء عن اللعبة ووريتكم أشياء كثير فيها. وهذه كانت أهم ألعاب شهر أبريل 2019. قلونا تحت إيش نوع تشترون وإيش الأشياء المتحمسين لها. شكرا متابعة، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.